يعني الناس فيها خير، فيها تبغى تزرع، تبغى بس متى يبدون؟ متى ازرعها وتطلع؟ ترى هذه بذرة صغيرة مرة، بس ضخامتها سم. ترى مو فصفص. ما شاء الله. وهذه ترى ما تقدر بثمن، يعني هذا سعرها 1500. شوف كم قيمة الذي. وكل واحدة شجرة؟ كل واحدة شجرة، وكل واحدة تزرعها الناس ودها. أنا والله أول شيء أتشكركم على استضافتي. والله يسعدك. والله العظيم أنا مبسوط. شكرا على كرمك على تلبية الدعوة. والله الناس تبغى تزرع، بس متى تزرع وكيف طريقتها؟ سؤالك توش تقول لي كيف أزرعها؟ هذه 3 سنتي تزرعها. مضبوط. هو السؤال كيف أزرع متى الوقت المناسب؟ مناسب. وين؟ ممتاز. أوقات الزراعة وقت الشتاء ووقت الصيف لا تزرع. ثبت عندك ذي النقطة. أي شيء. في ناس يقولون زرعنا في الشتاء وزرعنا في الصيف ما ماتت، صحيح. بس وش تتعب النفتة؟ تتعب ما تنمو. إذا أنا جونا صيفنا حار 50، فكيت النبتة وزرعتها في الأرض، فكيتها من العلبة وزرعتها من الأرض. الأرض حارة، مع درجة الحارة 50 تذبل النبتة، ما تموت بس تتعب. بس إذا زرعنا في شهر 3 و4 ميلادي، أو يعني الوقت ذا، الوقت هذا ما شاء الله عليك، هذا الوقت الميلادي بعد الشتاء، أن الحين بعد الشتاء نزرع الحين، أو بعد الصيف. ممتاز. من 15/9 ل 15/11. يعني ثبتوا عندكم يا جماعة الخير في شهر 3 وشهر 4 ميلادي، وكما تفضل من 15/9 ل 15/11 اللي بعد الصيف. طبعا بالميلادي كله. نعم. كل التواريخ هذه بالميلادي. نعم. زراعة البذرة الحين حاليا لو كل واحد راح وادي حنيفه 88 كيلو امسك 88 كيلو وادي حنيفه من سد الدرعيه لين حاير كلها اشجار بريه. الدوله اخذت من المحميات وزرعتها في الوادي حنيفه جميع سيلان، سلم، طلح، سدر بلدي، سدر بري، كل اشجار البريه موجوده في وادي حنيفه. تاخذ البذور وتخزنها عندك وتزرعها في هذا الوقت. طيب هذه كيف طريقة زراعة النبتة هذه؟ ممتاز. نمسك واحدة واحدة، تجيب علبة زراعية، وفي السوق تربة اسمها بيتنج سويل. البيتنج سويل تربة خصبة، عشان ما تعقد الناس لو حطيت رمل 70% رمل 30% طين كافي. مظبوط؟ أهم شيء يكون ما فيها سماد. ممتاز. وتحط البذرة 3 سنتي بس، كذا بس 3 سنتي. تدخلها جوا 3 سنتي؟ 3 سنتي شوي، ما تدخلها مرة جوا عشان تطلع النبتة بسرعة. وترشها موية 8 أيام 10 أيام هي طالعة. شيلها طالعة تطلع من هنا. خلال 6 شهور يصير نص متر. الأشجار البرية بطيئة. أما اللبخ والبنسيان أشجار الظلال هذه المورينجا خلال 3 شهور تصير طولها متر. بس الأشجار البرية بطيئة نموها، بلا ما تحتاج موية وتعطش. طيب أنا زرعت هناك الحين، جينا شرينا علب وزرعناها، حطنا التربة وزرعناها، حطنا الحوض. هذا تشيل ترى اللي عندكم هذا تشيل كمية كبيرة، يعني 500 حبة ذي بالراحة زي هذه. تفرض أصغر. هذا الأخوان. طيب هذه تزرع زرعتها في البيوت؟ ها؟ تزرع زرعتها في البيوت؟ هذه تزرع في المزارع والوديان والشعبان. هذا شوكي. جذورة طويلة. ما تزرع. بنشرح لكم، انتم معطيني المجال، انا مبسوط على البرنامج هذا، الواحد ياخذ راحته. والله احنا مستمتعين ومتعطشين للكلام والمعلومات اللي انت قاعد تقولها. نتكلم برضو، بنتكلم عن اشجار المثمره واشجار الظل واشجار التسوير واشجار الزينه واشجار المتسلقه. احنا نتكلم بحصه، نبداها بس من البيت، لان البيت اللي فيه قليل الاشجار الداخليه، الزراعه الداخليه قليله، ما هي اعدادها.